أخبرت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في أحد المحافل القرآنية رفع ابن 6 سنوات يده طالبا للمشاركة بقراءة سورة الشمس. صار عندي ورم هنا، ما زال الورم موجود، وأنا مع وجود هذه المشاكل الموجودة أقرأ يعني. تكلمت قبل أن تبدأ القراءة مع المشايخ، قلت لهم استمتعوا وضعوا الأقلام. القرآن يتعامل مع القلب. نعم. لا يتعامل مع العمر. آمن بوجوب طلب العلم من المهدي إلى اللحد. عيشوا بالقرآن وموتوا بالقرآن. الآباء 3، واحد منهم أب علمك. درس القانون لكنه ظل متمسكاً بدستور الإله وناشراً لعلومه.